جينا اليوم المؤتمر الاقليمي، كانت فيه الاخت ياسمينه بادو. حنا فرحنا بلي جات الاخت ياسمينه بادو استاذه ديال القانون. قلنا غنتلاقاو مع واحد الاستاذه بعدا اللي كتفهم في القانون وكتفهم وكتطبق القانون، وهي طالبات في الانصاف ديالها بالقانون وتنصفات بالقانون ورجعت للدار البيضاء. باللي رجعت للدار البيضاء رجعت بطريقه او اخرى، ما بغاش تطبق معنا حنا القانون. حنا كنا كنتواصل، حنا كنتوفروا على وصولات مختومين من عند وزاره الداخليه على اساس ان الجموع العامه اللي درناهم قانونيه والمكاتب ديالنا كلها قانونيه. فاذا بنا كنتفاجئوا بانهم داخلين لينا لي مينور ديال 17 18 سنه المؤتمر، والمؤتمر الاقليمي ضروري خاصو يكون على الاقل 4 سنين عنده في المؤتمر. ما بك تتسول دري صغير تما كتقول لي شحال عندك في عمرك، كيقول لك 18 عام. واش هو دخل الحزب عنده 14 عام ولا 13 عام؟ هادي راه مهزله، ولا ولينا كنلقاوها في حزب الاستقلال خصوصا فرع ديال المولى رشيد. هاد المهزله هادي خاصنا كنقولوا بركه. واش الناس اللي عندهم قانون وعندهم الحق كيتحرش عليهم الكلاب وكيدافعوا بالكلاب وبالزراوط وبهذاك؟ هادشي راه عيب وحشومه.